قصتنا اليوم مزيان ومزيود، قصة بحرف الزاي. اشتاق العصفور مزيان لزيارة صديقه العزيز مزيود بن الحمامة لأنه لم يره منذ زمن. طار مزيان على جناح السرعة، ولما وصل منزل صديقه أخذ يزقزق ويحلق فوق شجرة اللوز ليسمعه مزيود، فلما رآه طلب منه النزول وعانقه طويلا ورحب به واستقبله بحفاوة بالغة وأفرشه زربية مزركشة وقدم له موزا لذيذا وطعاما من الرز، وتناول مزمارا وعزف له لحنا جميلا، وبقي عنده أياما زاهية يأكل ويشرب ويتنزه في الغابة المزدانة، وقدمه لزملائه معتزا به. انقضى شهر فأراد مزيان العودة إلى أهله، فأهدى له مزيود حبوبا وأزهارا ثم ودعه وذهب. ولم تمض مدة حتى عاد مزيان من جديد، وفرح به مزيود مرة أخرى، وتكررت زيارته بدون موعد، فتضايقت الحمامة أم مزيود من هذه الزيارات المتتالية، وحدثت جارتها الوزة زومة وزفرت أمامها قائلة: إن مزيان أحرجني كثيرا لأن مزيود التزم به وأصبح لا يجد وقتا لمراجعة دروسه والعمل في المزرعة. سمعت الوزة زومة كلام الحمامة فاستدعت مزيان واختلت به في زاوية وقالت له: يا مزيان، لقد أزعجت أم صديقك، فكن عزيز النفس كريم الطباع ولا تكن ثقيلا على أناسك وأحبابك، لقد قال الحكماء: زر غبا تزدد حبا. دعمونا بالإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا.